الأمير الجديد، ونفس الشيء بالنسبة للسعودية وكل دول الخليج. يعني ربما أحمد الجربة الآن يحاول أن يعني يذر الرماد في العيون ويحاول أن يهرب إلى الأمام قليلا حتى لا يقال له كيف وصلت إلى الائتلاف وبدعم من. أحمد الجربة هو عضو في كتلة القطب الديمقراطي برئاسة ميشيل كيلو. هذه الكتلة هي كتلة علمانية ليست كتلة إسلامية، وهذه الكتلة يعني تتطلع للحل السياسي في سوريا. هذه الكتلة أيضا تعمل ضمن منطوق حماية الأقليات. هذه الكتلة أيضا تعمل ضمن منطوق الحل السياسي، وتعمل ضمن منطوق عدم التدخل الدولي، وتعمل ضمن منطوق اللا تسليح، وتعمل ضمن منطوق عودة الأوضاع في البلاد إلى ما كانت عليه. وبالتالي أحمد الجربة لا يستطيع أن يغرد خارج السرب، أي خارج هذه الكتلة التي أتى منها والتي من خلالها وصل إلى الائتلاف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الكتلة التي يتزعمها ميشيل كيلو كتلة القطب الديمقراطي قوية إلى هذا الحد لدرجة أنها يعني تكتسح على الأخوان المسلمين في سوريا ثقلهم ووجودهم في الائتلاف الوطني، أو أنها قوية لدرجة أنها جعلت التيارات وال يعني الكتل الأخرى ضعيفة أمامها، أم أن هذه الكتلة بزعم ميشيل كيلو مدعومة من دول عربية من ضمنها السعودية ومن ضمنها بعض الدول الأخرى، وبالتالي أحمد الجربة محسوب هنا على هذه الكتلة ومن يدعم هذه الكتلة من تلك الدولة العربية أو غيرها، وهو يعني واضح أنه أتى بتوافق سعودي قطري ربما إلى رئاسة الائتلاف. فلا يصعدن أحد إلى هذا الموقع حتى أن يكون يعني صديقا أو يكون شريكا أو يكون حليفا لهذه الدولة أو تلك، أو موصى منها أو بدفع منها أو برعاية منها. يعني فكفى ضحكا على الذقون بالله عليكم. ويعني لا أحد يقوم ببروباغاندا يا سيد جربة لأجل أن يقول أنك يعني تعمل لهذه الدولة أو تلك، أو أنك حليف هذه الدولة أو تلك، أو أنك يعني أحد أصدقائها، ولكن أن تقول أنك رجل سوريا، فكلنا رجال سوريا، يعني سوريا تحتاجنا جميعا، والرجال لم ينضبوا في سوريا يوما. إلى هنا مشاهدي الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تحرير دمشق، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا من أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعزمهم وعهدهم سننتصر، ثوارنا بعزمهم وعهدهم سننتصر. هذا البرنامج برعاية موقع فضيلة الشيخ